الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، في يوم الجمعة هذا يكون حديثنا عن القرآن الكريم، فيقول العلماء من أعظم مقاصد القرآن هو التدبر والتذكر فيه. والتدبر هو فهم المعنى والمراد مما يريده الله منك، والتذكر هو أن تعمل بما فهمته من كتاب الله. ليس القرآن لكي نقرأه فقط أو نسمعه فقط أو نردده كأنغام، ولكن تفهم ما مراد الله عز وجل من هذا القرآن وكيف تطبقه في يومك لكي تحيا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. اليوم إن شاء الله نأخذ رحلة قصيرة في سورة آل عمران. سورة آل عمران هي السورة الثالثة في القرآن في المصحف بعد سورة الفاتحة والبقرة. سورة البقرة كما تعلمون وكما قال العلماء فهي تحتوي على الشريعة، كل الشريعة في سورة البقرة. ماذا يريد الله منا جميعا في سورة البقرة؟ التوحيد، الصلاة، الصيام، الصدقة، القتال، كل شيء في الطلاق، الزواج، التجارة، كلها في البقرة. أما في سورة آل عمران فالله كيف تطبق الشريعة، كيف تطبق ما في سورة البقرة، يخبرنا الله عز وجل في آل عمران. أولا التوحيد، أن تكون موحدا لله عز وجل. ما هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. لذلك بدأ الله عز وجل هذه السورة بماذا؟ ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أعظم شهادة في القرآن في سورة آل عمران، لأنه من يشهد بأنه لا إله إلا الله؟ المسلمون الموحدون يشهدون أنه لا إله إلا الله. من يشهد؟ من من الخلق يشهد؟ الملائكة تشهد أنه لا إله إلا الله. من أيضا؟ الله عز وجل. أعظم شهادة في كتاب الله في سورة آل عمران، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قول لا إله إلا الله سهل،
ولكن أن تقوم بمقاصد لا إله إلا الله فهو الصعب. يريد منك ثباتا، يريد منك صدقا، يريد منك اتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يريد لك الإيمان بالآخرة، أن تؤمن أن الله سوف ينصر هذا الدين. لذلك الله عز وجل في بداية هذه السورة يخبرنا جميعا، أنت تعرف أنه لا إله إلا الله، ولكن كيف تظل مع قول لا إله إلا الله والعمل بلا إله إلا الله حتى تلقى الله عز وجل؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. The heavyweight people، العلماء الذي يعلم ويعمل بما عمل، ماذا يقول؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله إز الوهاب، الله من أسمائه الوهاب، الذي يعطي بلا سبب، يعطي فهو يعطي بلا حساب سبحانه وتعالى. الراسخون في العلم والمسلمون تظل أول شيء لازم تظل بها على طول، والدعاء، تدعو الله أن يثبتك على طريق الله عز وجل، لأن لا ينخدع كثير من المسلمين، ينخدع أنه مسلم يقول لك خلاص أنا مسلم وسوف يغفر لي الله وكذا. نو، دائما ادعو الله عز وجل أن تظل، أن تثبت في معية الله وفي طريق الله. لذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يوميا: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار اصرف قلوبنا على طاعتك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بالثبات يوميا، فما أحوجنا نحن المسلمون أن نظل على هذا الدعاء دائما. الدعاء ثانيا العمل، لأنه القراءة والدعاء بلا عمل لا تساوي شيء. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنا في الدنيا سوف تجد كثير من المعوقات، الشهوات والرغبات. الله يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لا شك أننا نحب هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل، ولكن الله عز وجل يخبرنا ويذكرنا أن هذه الأشياء، المال والبنون والحياة الطيبة والسيارات الفارهة والبيوت الواسعة وما أنت فيه، هو متاع الحياة الدنيا، متاع سوف يزول. المتاع الله يقول وما الحياة الدنيا إلا متاع، متاع تعني تتمتع بها في وقت محدود ثم تتركها، ولكن ما عند الله؟ والله عنده حسن المآب، الجنة. لذلك الله يقول للذين اتقوا عند ربهم: قل أنبئكم بخير من ذلكم، يعني ما هو أفضل مما ذكرنا؟ تخيل أنك عندك مليارات الدولارات، عندك أحسن بيت في الدنيا، أحسن سيارة في الدنيا، أحسن لبس، أحسن صحة، ما هو أفضل من هذا؟ قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه سيعد لك أفضل مما في هذه الدنيا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لمن؟ للذين اتقوا عند ربهم، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فوق هذا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. عدد الله لنا صفات لهؤلاء الموحدين الذين بداية يريدون أن يظلوا على طريق الله عز وجل، وثانيا هم صادقون، قانتون، منفقون في سبيل الله،
ويستغفرون الله عز وجل بالليل في وقت السحر، وبالأسحار هم يستغفرون. فإن شاء الله دائما ندعو الله عز وجل أن نظل في ثبات في طريق محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه، نتخلق بالأخلاق التي ذكرها الله عز وجل في القرآن وفي سورة آل عمران. الله دائما يأتيك من كل الجوانب، مرة يسميك المتقين للذين اتقوا عند ربهم، ومرة يسميك المحسنون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كل الصفات هذه. وفي النهاية يقول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ أولو الألباب الذين يفكرون ويتعمقون في القرآن، في معاني القرآن، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ولا ينسون الدعاء. خمس دعاء وراء بعض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فما النتيجة؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.